تنبيه هام جدا، الحلقة دي بجد كنز، عشان كده لازم تستفيد منها بكل كلمة هتسمعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جرات يوسف صبحي، مترحب بيكم، وانا ضيف شرف، اعتبروني ضيف شرف ولمدة قصيرة جدا. نعرض محتوانا، نعرض ايه اللي احنا بنقدمه، ونعرض احنا بنقدمه، ويا رب نفيد الناس ونفيد محتوانا. واحنا بس عايزين بقى ايه عشان الامراض اللي لاصقه في الحمام اليومين دول، العلاجات والاسعار والدنيا دي. ما هي الامراض اللي لاصقه في الحمام دول، الامراض هي ما بتخلصش، الامراض طول ما الجو شغال وطول ما الحياه دايمه في امراض. وبرده كلنا هنعمل ايه في دخله الشتاء دخله الشتاء اهم حاجه لصحه طيورك، لصحه طيورك اللي عايز طير معافى يعمل ايه؟ اهم حاجه الوقايه، الوقايه خير من الف علاج. يعني لو انت بتقوم بعمليه النظافه، بتنظف على طيورك، بتطهر غيتك، بترش المبيدات الامنه، المبيدات اللي هي تضيع الحشرات والفيروسات والميكروبات وما تضرش الطيور، دي افضل شيء. وان انت تدي جرعات الفيتامين، تمسك وتمشي كورسات زي رفع مناعه وضد الفيروسات، بتقيك من اي امراض، يصبح الطير عندك معافى ان شاء الله. تفرخ طير تلاقيه متستف، تلاقيه صحته قويه، تلاقيه نشيط، بالتالي هيبقى فيه انتاج. ده ب 25 ده هيبقى فيه انتاج. اهتم بحاجه، اديك شايف حضرتك الناس بتهتم، بتاخد عناصر التمليح، اهم حاجه التمليح بيبقى موجود عند الطائر باستمرار 24 ساعه، يبقى تمليح موجود عند الطيور. لذلك في غواه كتيره ما تعرفش الحاجات ديت، وفي بعض الغواه هنا يجوا يشتروا مثلا كيس التمليح اللي هو الناس اللي بتعمله بالطريقه العشوائيه، او شاف مثلا محتوى على اليوتيوب او على الفيسبوك، واحد اجتهد وقدم محتوى ان هو يعمل التحديق، هات رمل وهات فحم وهات الحاجات دي. ما تنفعش التمليح ده بيتعمل عن طريق حرق البكتيريا اللي فيه. فلازم عشان اي حد يجيب تمليح لازم يبقى حاجه كده معتمده، حاجه نظيفه، حاجه قياس عاديه وخلاص. مش حكايه ان انا، هي مش الفكره ان انا اجيب حجر واكسره واجيب رمله من الشارع واحطها، طب الحاجات دي كلها جراثيم. انت كده بتجيب السم بتدي له تيوره، بتجيب الصدف، الحاجات دي فيها ميكروبات، لازم بتتحرق الاول عشان تقتل البكتيريا الضاره اللي فيه، وتصبح بعد كده النفع اللي فيها اللي بتقدمه لطيورك كوجبه الاملاح. الحاجات دي بتساعد على تكوين قشره مميزه اللي هي بيبقى البيض ما يبقاش برشت، البيض ما يبقاش يعني زيته ما تبقاش خفيفه برشت، ما يبقاش برشت. بتساعد على الانتاج، بتحفز الذكر للخصوبه، بتخلي الحصى عمران ما يروقش البيض بس، وتهتم بالعناصر المعدنيه والاملاح والاحماض الامينيه، ترفع مناعه، تقوم بمضاد الفيروسات، كل ده سليم. لو قابلك امراض، حتى لو قابلك امراض، في حاجات عندنا بسيطه جدا وسهله جدا. يعني لو بتواجهك مثلا الامراض الداركه زي مرض العين، عندنا قطره سحر من مره واحده ان شاء الله بتروح وتخف. بس تعرف على المنتجات والاسعار. ما هي المنتجات كتير قوي، يعني هقول لك ايه ولا ايه المنتجات مثلا سريعه، حاجات العين، الحاجات اللي هي الاساسيه، الحاجات، ما هي كل، ما فيش حاجه مش اساسيه، طالما في زي ما قلت لحضرتك في معيشه، في امراض، في علاج ليها. يعني زي ما خلق الداء خلق الدواء، بس انت عند حضرتك كل حاجه يعني بفضل الله. بفضل الله احنا هنا يعني شغالين من زمان بفضل ربنا، والى الان دايمين في السوق. مقرنا هو دوت مقر سمني ميكس من زمن الزمن بفضل الله، واحنا شغالين يعني ان شاء الله. اللي عايز حاجه يجي لك وانت اكيد ان شاء الله. يا رب يبارك لك يا جو، انا فرصه سعيده وربنا يقدم من محتواك ويقدم. اقول حاجه بعد اذنك، بعد اذن الدكتور، اهم حاجه الاهميه لجميع الغواي بنظافه العشه التهابات العين. حبيبي الشيخ محمد كان من عندي، تابعني على صفحتي، هتلاقي مسابقات، هتلاقي حاجات حلوه. الحاج محمد نجم الزينه من بورسعيد، جاي لي من بورسعيد هنا في القاهره، ويزيدني الشرف يا شيخ محمد. كلمتك بقى جميله للغواه. والله هو طبعا الناس كلها دلوقتي بتهرب من الغيه علشان الاسعار الكلفه جدا، وعشان الاسعار اللي الحمام هبطت. احب اقول كلمه لكل الناس، احنا غاويين لنفسنا. انت لو فضيت حمام هتلاقي نفسك انت مش عارف بتعمل ايه، يعني هتلاقي نفسك انت جواك في كل واحد بيجوي حاجه. فانت تهتم بغيتك وتهتم بالحمامه، الحمامه النظيفه، الحمامه اللي هي يعني مستواها كويس، دي غصب عن الغاوي وغصب عن التاجر هيدور عليك.
ما تهتمش بقى بغلو الكلفة وأسعار الحمام اتقل، لا ده الأسعار الحمام نزل لسعره الأساسي قبل التجار ما يخشوا الرية، لكن هو إجت فترة التجار دخلت الرية الفرد اللي كان بألف جنيه كان بعشرة، لكن دلوقتي رجع تاني بألف جنيه تاني، يعني احنا مفيش حاجة غلط. الحاجة الغلط الوحيدة اللي الناس بدأت تسيب الرية، والناس الحقيقية اللي غاوية الحمامة هي اللي موجودة لحد دلوقتي. صحيح، ودي نقطة برضو أنا عايز أتكلم فيها، الأستاذ محمد وضحها لي، إن أنا عايز أفهم حاجة، أدمنات الصفحة اللي بتنشر استاذ غير هادفه سواء اي جريده مشهوره نزلتها بحيث الحمام بيجيب فيروسات، الحمام بيجيب ميكروبات عشان تقرر الناس كلها، مفيش الكلام ده خالص. واللي ينزل بوستات ويقول لك اصل الكلفه غليت واحنا هنبطل حمام، الكلام ده غلط. زي ما بيقول الشيخ محمد قال نقطه مهمه جدا، ما يتبقى الا الغاوي المحترف. احنا غاويين لنفسنا. الغيه فيها حاجات كتير، الغيه المصريه من اطول الطيور والفصائل عندنا هنا في مصر في العالم، في العالم لازم ولابد الدعم. احنا عندنا غواة بفضل الله محترفة في التركيبات، في التكوينات، في الانتاج، في الفرخ، بيستعينوا بينا برا برا، وفي كوادر كتيرة برا هنا عندنا هي اللي قايمة بالعرب كله، يعني ماسكة مزارع برا، كلهم مصريين. المصري غاوي محترف من الطفل الصغير للكبير محترف، اللي يترك الغية عشان كلفه زادت جنيه ولا زادت نص جنيه، ده مش غوا حمام. انا بقول له ابعد عن الحمام من الاول احسن ما تخشوش. ما يتبقى في الغيه الا الصالح والغاوي، اللي بيحبها هو اللي بيحبها هو اللي هيدوم فيها، اللي بيحب التير هو اللي بيهتم بيه، هو اللي بينزل ويسيب بيته ويصحى الصبح بدري عشان ينزل يجيب حاجات التور. هو ده. واللي داخل الحمام عشان يتاجر وعشان خاطر يجيب منه فلوس، الحمام مش بيجيب فلوس الا للي بيحبه. بتحب الحمام هيديك فلوس، داخله عشان ده سبوبه ما انتش هتفهم فيه وهتخسر فيه. اللي يدخل الحمام يدخل الغيه عشان خاطر بيحبها، مش يدخل عشان تجارتها. لو انت داخل كتاجر فانت خسران لا محاله، اذا كنت داخل هاوي فانت هتكسب لا محاله، عشان داخل بحب طبعا لازم بفلوس هيهمل فيها. كلمتك يا شيخ محمد. والله احنا كمالا بس باللي احنا اتكلمنا فيه، الغاوي دلوقتي هو اللي موجود في الساحه، لكن كل التجار بدات تنسحب بواحد العبيب، وفي ناس كتيره جدا سابت الحمام ودخلت في العصافير زي ما انتوا عارفين برضه. برضه خلوا العصافير في الارض، اهم حاجه تخلي بالك انت من غيتك انت. احنا كل النفسيات اللي موجوده وكل الناس اللي تعبانه بتطلع الغيه فوق، بتطلع كل الشحنات السالبه اللي موجوده مع بتنزل بطاقه ايجابيه فظيعه، هي دي الغيه. لكن الغيه اللي التاجر يغلي حمامه او يحتكر حمامه او الكلفه دي مهما كانت الكلفه هتغلى، احنا هنفضل غاويين حمام بس عشان ده الحب الحقيقي للحمام، عشان ده احنا بنحب الحمام ما بنحبش حاجه معينه. وكل فصيلة احنا حضرتك مستوردين من بره، وتفوقنا على الاستيراد، تفوقنا على الاستيراد ودخلنا بيه معارض، والحكام اللي كانوا يعني الحكام اللي من بره كانوا هم اللي بيحكموا على الحمام عندنا، 10 جنيه بيشوفوا الحمام بتاعهم مفروخ عندنا مره واحده في اليوم لمده 5 دقايق منهم نقطه كل عين ثلاثه في البق، هتروح من اول على الاستيراد. والحمد لله يعني ربنا ييسر الامر للجميع. اهو عليك ولا عليك خير ليك ولكل غاويين مصر كلها. حبيبي الله يسلمك، شكرا في كف خمسوني وبجد والله شكرا على المعلومات دي كلها. شكرا جدا على اللقاء الجميل ده. نورتنا يا رب، يوسع رزقك.